بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب المدرسة اليمنية الحديثة. اليوم درس جديد، الدرس الخامس في الوحدة الخامسة، توصيل المكثفات على التوازي، الصف الأول الثانوي. أخذنا في الحصة السابقة أو الدرس السابق توصيل المكثفات على التوالي. اليوم نأخذ توصيل المكثفات على التوازي. توصيل المكثفات على التوازي، نلاحظ على الرسم الفرق بين توصيل المكثفات على التوالي وعلى التوازي. على التوالي كان المكثفات متصلة على نفس خط مصدر الدائرة أو القطبية الدائرة، لكن بالنسبة للتوازي نلاحظ أن كل مكثف فوق الآخر، فوق بعض، فمعناها بهذه الطريقة هي التوصيل على التوازي. نفس الطريقة في التوصيل على التوالي، قلنا إذا نفترض أن لدينا ثلاث مكثفات أو وصلنا ثلاث مكثفات على التوازي في دائرة كهربائية، أي دائرة كهربائية مترددة، مصدر جهدها جيم، مصدر جهدها إيش؟ جيم. أنا أشرح وأشر عشان تركزوا فين أنا أشر وأعرف كيف تتركب الدائرة. فمصدر جهدها جيم فولت، فإن هذه المكثفات تشحن بواسطة المصدر بشحنات شين واحد شين اثنين شين ثلاثة، تشحن بشحنات شين واحد شين اثنين شين ثلاثة. في هذه الحالة في حالة التوصيل على التوازي، تحسب العلاقة، السعة الكلية تحسب من العلاقة الرياضية التالية. السعة الكلية في حال التوصيل على التوازي، سعة كاف يساوي سعة واحد زائد سعة اثنين زائد سعة ثلاثة. أعتقد أنه الطريقة على التوازي هي سهلة جدا وبسيطة جدا، لأن العملية عملية جمع فقط، نجمع جميع السعات المكثفة. وإذا كانت المكثفات متساوية السعة، نفس ما كان في معرفة الطريقة على التوالي، إذا كانت المكثفات متساوية السعة، مجموعة من المكثفات أكثر من المكثفين يعني ثلاثة فما فوق متساوية السعة وعددها نون، فإن السعة الكلية تحسب من العلاقة سعة الكلية يساوي قيمة سعة المكثف، قيمة سعة أحد المكثفات مضروب في عدد المكثفات، مضروب في عدد المكثفات. وبنأخذ أمثلة على كل حالة. وإذا اتصل مكثفان معا على التوالي، هنا في حالة اتصال مكثفين فقط على التوازي، فإن السعة الكلية تحسب من العلاقة التالية. السعة الكلية هنا مش مذكور يساوي، اعملوا يساوي بعد كاف، سعة كاف يساوي سعة واحد زائدا سعة اثنين، يعني نجمع المكثفين أو قيمة المكثفين مع بعض يطلع معي الناتج. إذا تعالوا نأخذ أمثلة على هذا الكلام، ومربوطة أيضا بمسائل، مربوطة أيضا بمسائل من التوصيل على التوالي. في المثال الأول يقول لدينا ثلاث مكثفات سعاتها 20 40 60 ميكرو فاراد، وصلت بدائرة كهربائية على التوازي، أحسب السعة الكلية لها. إذا أنا وصلت بسعة كهربائية على التوازي، إذا طلب مني على التوازي فقط، المطلوب أحسب السعة الكلية لها. طالب على التوازي، إذا أنا بجمع السعات المكثفات كاملة مع بعض، إذا السعة الكلية يساوي سعة واحد زائد سعة اثنين زائد سعة ثلاثة. إذا سعة واحد كم يساوي؟ 20. سعة اثنين كم يساوي؟ 40. زائد سعة ثلاثة كم يساوي؟ 60. نجمعهم 20 زائد 40 60، 60 زائد 60 120،
ميكرو فاراد، هنا وحدة القياس بالميكرو فاراد، لأن المكثفات اللي موجودة معي سعاتها بالميكرو فاراد أو وحدة قياسها بالميكرو فاراد. تعالوا نأخذ المثال الثاني، ثلاث مكثفات متساوية السعة لكل منها 12 ميكرو فاراد. إذا معي ثلاث مكثفات متساوية السعة وكل منها 12 ميكرو فاراد، قيمة كل منها 12 ميكرو فاراد. احسب السعة الكلية لها في حال توصيلها أولا على التوالي ثانيا على التوازي. إذا عشان أحسب أنا قيمة المكثفات الثلاثة المتساوية على التوالي، قلنا أن عند التوصيل على التوالي، أولا عند التوصيل على التوالي سعة الكلية يساوي سع على عدد المكثفات، سعة المكثف على عدد المكثفات. سعة المكثف كم في المسألة؟ 12، أهو بحط قيمتها هنا. كم عدد المكثفات في المسألة؟ 3، بحطها تحت في المقام. طبيعي جدا أقسم 12 قسم 3، الناتج يبقى كم؟ 4 ميكرو فاراد. نركز ميكرو فاراد لأنه عندي في وحدة القياس بالميكرو فاراد. أما في حالة التوصيل على التوازي، أما في حالة التوصيل على التوازي أيضا نطبق العلاقة الرياضية، سع الكلية يساوي سع في نون، يعني قيمة المكثف، قيمة المكثف مضروب في عدد المكثفات. كم سعة المكثف؟ أهو 12، سعة المكثف المسألة 12، بعوض عليها هنا. كم عدد المكثفات؟ 3، أضربها في 3، 12 في 3 كم يساوي؟ 36، 36 ميكرو فاراد، 36 ميكرو فاراد. المثال الثالث، مكثفان سعاتهما 12 ميكرو فاراد و 24 ميكرو فاراد، وصلت معا. احسب السعة الكلية لها عند التوصيل على التوالي 2 على التوازي. اذا لما يكون معي مكثفان فقط، اولا لما نريد الحساب المكثفان على التوالي، سعة الكلية يساوي قلنا سع واحد في سع اثنين على سع واحد زائدا سع اثنين، واضح؟ اذا كم سعة المكثف الاول؟ او في المسألة 12 ميكرو فاراد. كم سعة المكثف الثاني؟ 24 مضروبة في 24 في المقام. كم سعة المكثف الأول؟ 12. كم سعة المكثف الثاني؟ 24. والعملية بينهم ايش؟ جمع. إذا 12 في 24 بكم؟ 288. 12 في 24 في يساوي 288، و24 زائد 12 بكم؟ 36. نقسم 288 قسمة 36، الناتج 8 ميكرو فاراد، 8 ميكرو فاراد. أما في حالة التوصيل على التوازي فإن السعة الكلية تؤخذ من هذه العلاقة، السعة الكلية يساوي سع واحد زائدا سع اثنين، يساوي سعة المكثف الأول 12 زائد سعة المكثف الثاني 24، ويساوي 12 زائد 24 يساوي 36 ميكرو فاراد. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في حصة قادمة ستكون طبعا فيها فقط مراجعة للوحدة ومجموعة من الأسئلة والواجبات مطلوب حلها والإجابة عنها، وسيتم متابعتها أولا بأول. بالتوفيق والنجاح.